أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد الثامنة من الفلوجة. الحصاد ونبدأه من أبرز المحاور. الديوانية تسجل أول إصابة بشرية بسبب الأسماك، وظاهرة النفوق تصل إلى الأنبار. عشر أشخاص أو أكثر أو أقل سيقومون بحرق أنفسهم أمام مجلس محافظة. متظاهرو البابل يهددون بحرق أنفسهم والبصرة تغضب من جديد. قبل يومين من جلسة البرلمان، كتل سياسية تنقلب على عبد المهدي بشأن الوزارات الأمنية. إذا بدأوا يعطون جباية يفرض عليهم أنه بالقوة أو تحت تهديد السلاح. تحت تهديد السلاح أحياناً بلدية الموصل تفرض الأتاوات على المواطنين. أخذت ظاهرة نفوق الأسماك منحاً خطيراً بعد تسجيل محافظة الديوانية أول إصابة بشرية بسبب تناول الأسماك في ناحية الدغارة شمالي المحافظة، على الرغم من نفي وزارة الصحة وجود أي حالة تسمم بسبب تناول السمك. المستشفى البيطري في الديوانية وبعد تسجيل الإصابة منع دخول الأسماك إلى المحافظة دون شهادة صحية بيطرية صادرة عن الجهة المتخصصة الحكومية، مشيرا إلى أن مكافحة المرض تتم من خلال التجديد على المنطقة التي سجلت هلاكا بالأسماك من خلال حملة لرشي البحيرات والأقفاص العائمة الخاصة بالأسماك بمبيد ضد مرضي تعفن الغلاسم. صحة بابل أعلنت بدورها تنفيذ حملات تفتيشية على أماكن باعة الأسماك وإتلاف كميات كبيرة من الأسماك النافقة في الأسواق وعلوة أسماك الحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون الصحة العامة. صحة المحافظة وفي بيان لها أشارت إلى وضع خطة طبية وقائية طارئة تتضمن تشكيل خلية أزمة بخصوص الأسماك النافقة وفريق متخصص من قسم الصحة العامة والرقابة الصحية وقطاع الرعاية الصحية لمتابعة بيع وشراء الأسماك النافقة في أسواق محافظة بابل، خصوصا في أسواق قضاء المسيب شمال بابل، وذلك حفاظا على الصحة العامة لأبناء المحافظة. وفي كربلاء اشتكى أصحاب أحواض الأسماك من خسارتهم مبالغ طائلة بسبب نفوق أسماكهم، داعين الحكومة إلى تعويضهم وإنقاذ الثروة السمكية. وذكر مربو الأسماك أن تسمم مئات الأطنان من الأسماك في ليلة واحدة يشير إلى أن العملية تمت بفعل فاعل، محذرين من عواقب ذلك على الاقتصاد العراقي وتأثيره على حياتهم بشكل مباشر. في ليله الضحايا يعني السمك كلية مات، ما حد تعرف شنو ماشين، يعني الاقفاص كلها قاعد تشوفها مثل ما تشوفها بعينك. يعني لا اجى مسؤول، لا اجت دوله، ما عدا وزير الزراعه اجى للمسيب قال هاي ازمه مفتعله. هي يا ازمه يعني كارثه، كارثه بيئيه وطبيعيه على كل، هم على الحيوان وهم على الانسان وهم على كل بشر على وجه الارض. يعني انت بشرفك هسه بس احنا هنا 132 قفص بالمليارات الدنانير. منين تعطيها؟ منين تسدد؟ والعمال تشتغل هنا أنا والعمال تجي فلوسها، منين عوضها فلوسها؟ منين تجي تجيب لي فلوسها؟ مطالب الدوله، رئيس الوزراء سيد عبد المهدي، وزير الزراعه ووزير الرمائيه التفتون بهاي التفاته لهم.
احنا اصحاب الاقفاص بالفرات قعدنا الصبح لقينا سمشنا مسمع، واحنا خسائرنا اكثر من 500 مليون 600 مليون، مين يتحمل غير الدوله تفتدنا الاعلاف، يعني مشكله. يعني شوف الدوله تفتنا، يعني شوف لنا حل، تعطينا تعويض هالشيء، يعني شلون يعني. هذا ووصلت عدوى تعفن الغلاسمة التي تصيب الأسماك لتتركها نافقة طافية فوق سطح الماء وصلت إلى محافظة الأنبار، حيث شهدت قرية المحمدة الواقعة في منطقة النسافة غرب الفلوجة نفوق أعداد كبيرة من أسماك تربية الأقفاص العائمة. كاميرا قناة الفلوجة وثقت نفوق أعداد من الأسماك في الوقت الذي يؤكد فيه مربوها أن مرضا مفاجئا ضرب الأقفاص وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدنانير، مطالبين الجهات المعنية بتعويضهم جراء هذه النكبة الاقتصادية كما يصفونها. انضربت الاقفاص مالتنا كلها، تضررنا وندور علاج ما لها علاجها، يعني هواي كفيده تقعدنا نطلع يوميه هواي 1000 1500 2000 انضربت الاقفاص كلها من عندها. شنو هو المرض اللي ضرب؟ انضربت والله فايروس، وبعد ما نلقى العلاج مالته. المرض وين دا يصيب؟ اي شيء جزء بالسمكه؟ بالنغنغ مالتها. هي الخياشيم. هي الخياشيم. نعم. ايش يصير بها؟ تعفن وما تبدل اكسجين وتموت. نسبة الهلاكات ايش قد عندكم؟ هواي عندنا هلاكات، يعني تضررنا حيل هواي، يعني هلاكات يومية، هاي السيارة ترسها وذبح. نطالب دوائر البيطرة ووزارة الصحة، يعني هي ووزارة الزراعة بتاع يعني ايجاد حلول هاي الاسماك النافقة. يعني احنا هم صرنا نخاف من السقي، من مياه الشرب، التلوث اللي قام يصير بالماء. وبعد مرور أيام على كارثة نفوق الأسماك في نهر الفرات، أكدت وزارة الموارد المائية أن مناسيب المياه لم تكن السبب في النفوق، في إشارة إلى أن ما يحدث نتيجة فعل متعمد تسبب بخسائر مالية باهظة وانحسار الثروة السمكية. الوزارة وفي بيان لها قالت إن المناسيب المتحققة في مناطق الإصابة هي أعلى من السنوات السابقة وبنوعية أفضل نتيجة سقوط الأمطار وارتفاع المناسيب في حينها، موضحة أن الدوائر التابعة لها تقوم برفع الأسماك النافقة من مجاري الأنهار باستخدام الآليات. إلى ذلك، أكد رئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العبادي أن الخسارة في الثروة السمكية طالت ما يقارب من 60% منها في العراق، ومحذرا من مخاطر القضاء التام على هذه الثروة. تفاجئنا بهذه الإصابة، هناك نفوق بأعداد كبيرة جدا بالأسماك قد تصل إلى 60% من إنتاجنا المحلي. نعتبر أن هذا مؤامرة على القطاع الثروة الحيوانية، بخصوص باعتبار أن اليوم وصل الإنتاج إلى ذروته وبدينا نفكر بالتصدير إلى خارج العراق. نتمنى أن يكون هنالك تدخل سريع، هنالك لجان خرجت من قبل وزارة الزراعة أشرفت على هذه العملية وكشفت على إصابات عديدة، لكن للأسف الشديد نرى أن هذا الاكتشاف قد يكون أو الكشف يجري على أجزاء بسيطة من الإصابة. يجب أن يكون هنالك إشراك للفلاحين والمربين من أجل أن يطلعون على واقع الحال أو يوصلونهم إلى واقع الحال. اللجان العلمية تحتاج إلى من يدلهم على الإصابة أو ما أعراض الإصابة. نتمنى أن يكون هنالك علاج سريع، باعتبار أنه اليوم لو استمرت هذه الإصابة سوف يكون هنالك نهاية للثروة السمكية بشكل كامل في العراق. أهلا بكم. بدأت ظاهرة نفوق الأسماك بمربي الأسماك أنفسهم، إذ أن غالبيتهم غير مجازين رسميا، وتشير المصادر المختصة أن حتى المجاز منهم غير ملتزم بالتعليمات التي تصدرها دائرة الثروة الحيوانية من حيث كثافة الأسماك في وحدة المساحة. التعليمات الرسمية حددت ارتفاع قاعدة القفص عن أرضية النهر بما لا يقل عن 1 متر، إضافة إلى الفحص الدوري للأسماك 2 أسبوعياً وفحص الأعلاف مخبرياً قبل استعمالها. أزمة المياه التي تعاني أو يعاني منها العراق نتيجة لقلة الإطلاقات من منابعها بدول الجوار التي حولت الأنهر إلى ما يشبه الحوض الراكد بسبب توقف جريان المياه، فضلاً عن ارتفاع حرارة الماء نتيجة تغير المناخ العالمي.
ركود المياه هذا أدى إلى تخمر مخلفات الأعلاف غير الصحية أساساً وتحلل فضلات الأسماك التي باتت قريبة جداً منها في قاع النهر، ما ولد انبعاث غاز الأمونيا المضر جداً بالأسماك. غاز الأمونيا أدى إلى ضعف مقاومة الأسماك، وانتهزت الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض الموجودة أصلاً في المياه بشكل طبيعي بمهاجمة غلاصم الأسماك وبالتالي نفوقها بسبب الاختناق. لمزيد من المتابعة معنا في اتصال هاتفي من بغداد الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور البدر أهلا بك في قناة الفلوجة. هذه الظاهرة التي أدت إلى خسائر في الاقتصاد العراقي، ما هي أسبابها برأيكم كوزارة صحة؟ شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. طبعا اليوم توجه وفد وزاري عالي المستوى برأس سيد وزير الصحة والبيئة أستاذ الدكتور علاء العلوان مع وكلاء الوزارة ووفد من خبراء دائرة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، وذهبنا إلى المسيد مستشفى المسيد ثم إلى عدة أماكن اللي بيها حاليا هاي مشكلة فوق الحصمات. طبعا كان هناك مجلس المحافظة، رئيس مجلس المحافظة ودائرة البيطرة، صار اجتماع موسع فيما بعد بحضور سيد وزير الزراعة أيضا، وكان هناك مؤتمر صحفي مفتوح لكثير من وسائل الإعلام في مقر دائرة صحة بابل. فيما يخص وزارة الصحة، أؤكد حضرتك أنه لحد هذه اللحظة والمعلومة موثقة من السيد مدير عام دائرة صحة بابل دكتور نورس أنه لم تسجل أي حالة مرضية بشرية بسبب هذه الظاهرة لحد هذه اللحظة. مع أنه من الممكن أنه تكون هناك حالات وإحنا مستعدين لأي احتمال. لكن بعض ضعاف النفوس مع شديد الأسف قاموا بأخذ كمية من هذه الأسماك الميتة وبيعها في الأسواق المحلية. هاي كرقابة صحية تابع هذه الحالة، وأي شخص أو أي جهة يثبت أنه نقلت أو تعاملت بهذا الموضوع الذي يهدد حياة المواطنين تطبق عليه قوانين الصحة العامة والعقوبات قد تصل إلى المحاكمة. نعم. طيب جهود مشتركة حالية. طيب دكتور من الأسماك. نعم، هذه الأسماك إذا تناولها البشر ما الذي يعني يصيبه؟ هل يتمرض فقط أم تؤدي إلى الوفاة؟ لا يوجد مرض مشترك ما بين الأسماك والإنسان، لكن هذا لا يعني أننا نقول أنه يمكن أكل هذه الأسماك. إحنا حسب المعلومات من مختصي البيطرة اليوم تحدثوا عن هذا الموضوع أنه أكدوا أيضا أن هذا المرض تعفن الغلاصم لا ينتقل إلى الإنسان، لكن المشكلة إذا تناول الإنسان يعني سمك ميت مار عليه وقت ميت، هو هذا بحد ذاته مشكلة بغض النظر أنه عندهم هذا المرض أو ما عنده هذا المرض. أنه مجرد تناول أي لحم مار عليه فترة وهو ميت هذا مشكلة صحية كبيرة. فأهم توصية وأول توصية صحة، كل شخص يشتري سمك لازم يتأكد من الشخص أو الجهة المحلي اللي يبيع هذا السمك، لازم يكون محل مجاز وموثوق إلى أن نعم. دكتور أنت نعم. معنا الآن. طيب نعم. وزارة الموارد المائية تؤكد أن نفوق هذه الأسماك لم تكن بسبب المياه، هل هي جاءت بفعل فاعل برأيكم؟ طبعا الجهات المختصه هي الاجابه هذا السؤال. احنا حاليا لحد الان تم اخذ عينات، لحد الان لم يحدد السبب نهائيا بشكل قاطع. اكو جهات تحقيقيه فنيه مختصه واحنا ما نستعجل، وتعرف كثير من الاراء اللي انتشرت من هنا وهناك. احنا الى ان يثبت عندنا علميا والجهات المختصه حصرا في وزاره الموارد المائيه وزاره الزراعه الجهات البيئيه، وايضا نحن كوزاره الصحه من خلال اللجنه المشتركه التي تشكلت اليوم برئاسه السيد رئيس مجلس محافظة بابل وعضوية وكلاء الوزارات والجهات المعنية،
وتم اخذ عينات ارسال وتم ارسالها الى مختبر الصحه العامه المركزي في بغداد، وايضا تم ارسال عينات للمختبر الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه اللي كانوا معانا اليوم موجودين بنفسهم، اخذوا ايضا عينات من الاسماك النافقه ومن المياه وتم ارسالها الى المختبرات. نعم المختبر. هي بدات طيب هي بدات من باب الدكتور بدات من باب لكن اخذت ايضا محافظات اخرى الديوانيه وايضا الانبار، هل سنشهد المزيد من المدن بنفوق الأسماك بهذه المدن في العراق؟ احنا حسب ما فهمنا اليوم من دائرة البيطرة انه هذا المرض هو مرض يعني يحدث في هذا الوقت بالذات، لكن هذه السنة كان اكثر من الطبيعي بسبب عدم بعض مربي الأسماك بضوابط وشروط الصحية المثالية لتربية الأسماك. احنا كوزارة الصحة يعني مستعدين انه نتعامل مع اي حاله اي تطور ما يخص صحه الانسان. اما سؤالك عن امكانيه انتشاره، احنا وردتنا معلومات انه في بعض المحافظات الاخرى ايضا سجلت حالات مشابهه، لكن نتعامل مع كل هذه الحالات اليوم في هذه اللحظه اكد لحضرتك من ميدان محافظه طابل ومن المسيب تحديدا ان العمل لا زال مستمر لحد هذه اللحظه في منع انجراف هذه الاسماك النافقه من خلال وضع الحواجز المطاطيه، والعمل مستمر برفعها من مجرى النهر وتلافها ويعني طمرها بالطريقه الصحيه حفاظا ومنعا لحدوث اي تلوث بيئي. الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزاره الصحه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. تغيير هؤلاء السياسيين نظام الغازات المسيله للدموع. حقيقه الوضع في البصرة وضع مجري. البصرة صارت خارج نطاق السلطة الاتحادية. قناة الفلوجة البصرة. أبسط الحقوق، العالم مستوى القمر وإحنا نطالب بمي وكهرباء عيب. في المشهد البصري أثمر اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد الممثل لمتظاهري البصرة، أثمر عن قطع وعود من قبل عبد المهدي بإسقاط الدعوى المقامة من قبل جهات حكومية ضد متظاهرين في المحافظة. وقال ناشطون حضروا اللقاء الذي جمع ناشطين وشخصيات مستقلة من البصرة مع عبد المهدي في بغداد، إنه بعد تقديم الوفد لرئيس الوزراء مطالب ومشاكل البصرة بمفاصلها كافة مع حلول لعدد منها بشكل مفصل، فأن الأخير وعد بإسقاط الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين التي رفعتها جهات حكومية، إضافة إلى مراجعة الدعاوى التي رفعتها بعض الجهات ضدهم والتدقيق بها وإغلاقها في حال عدم ثبوت الأدلة بأقرب وقت. هذا وتوقع رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون أن تقمع حكومة عادل عبد المهدي التظاهرات بشراسة أكثر من حكومة حيدر العبادي، وذلك نظرا لتشكيل هذه الحكومة بنفوذ حزبي كبير. نتوقع أنه حكومة السيد عادل عبد المهدي نتوقع أن تقوم أو تواجه هذه التظاهرات بشراسة ربما أكبر من التي وجهت بها خلال فترة السيد حيدر العبادي، على اعتبار أن كل الأحزاب الموجودة حاليا في الحكومة وهي يعني دفعت باتجاه التظاهرات ستدفع بذات الوقت باتجاه قمعها ما دامت هناك حكومة محاصصة أنتجها البرلمان العراقي وأنتجتها العملية السياسية. البصرة على موعد جديد مع الغضب، والمتظاهرون يهددون باعتصامات واسعة، وشركة النفط الوطنية تتدرع بالحواجز الكونكريتية تحسبا لتظاهرات الأيام المقبلة. البصرة على موعد مع الغضب مرة أخرى، والأصوات التي كانت عالية عادت عالية مجددا، والمتظاهرون الذين قتلوا أو اعتقلوا في المرة الأولى عادوا محذرين من موجة أعتى لتظاهراتهم. التظاهرات امتد أثرها وتأثيرها إلى شركة النفط الوطنية، فهنالك اعتصمت مجموعة من المتظاهرين مطالبة بما طالبت به مرارا بحقوق البصرة وأهلها. اليوم احنا نؤمر الحكومة تنفذ المطالب تنفذ المطالب، هسه البصرة حد الآن ساكتة، قلنا لهم ترجع ورجعنا بقوة والحمد لله والشكر. إذا ما ينفذون مطالبنا
لا راح يشوفون شيء غير اللي شافوه بالبداية، يشوفون شيء غير شيء، لأن كافي البصرة تهمشت البصرة من ذاك الزمان لهذا الزمان. المعتصمون هددوا بتظاهرة حاشدة أمام شركة النفط الوطنية، والشركة أخذت هذا التهديد على محمل الجد، فحصنت مقرها بالحواجز الكونكريتية. البصرة تعود لصدارة المشهد العراقي الغاضب، وحكومة عادل عبد المهدي أمامها تحد كبير لاحتواء الغضب قبل انفجاره. لقناة الفلوجة، أركان تقي، البصرة. متظاهرو بابل صعدوا من أجواء الاعتصامات وهددوا بحرق أنفسهم بعد أن قامت السلطات الأمنية في المحافظة برفع خيامهم، فضلا عن عدم استجابة الحكومة المحلية والمركزية لمطالبهم، وأبرزها تغيير المحافظ ومحاسبة الأعضاء الفاسدين في مجلس المحافظة. وقال متظاهرون لقناة الفلوجة أن الوضع في بابل وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه، مؤكدين أن جميع مجالات الحياة في المحافظة تعاني تدهورا كبيرا، محملين مجلس المحافظة مسؤولية إجراء صفقة نتج عنها فوز كرار العبادي محافظا لبابل بحسب قولهم. فوجئنا أن هناك أوامر برفع الخيم، احترامنا للقوات الأمنية، احترامنا للقانون، ما حبينا يكون هناك احتكاك، بل على العكس مجلس محافظة يساهم بعرقلة نصب الخيم. من هذا احنا نقيس أنه مجلس محافظة هو سبب الخراب والدمار. هناك إعداد لعشر أشخاص أو أكثر أو أقل سيقومون بحرق أنفسهم أمام مجلس محافظة، ونحمل المسؤولية الكاملة الرئيس المجلس وأعضاء مجلس المحافظة المستهينين بأهل بابل جميعا وبالمتظاهرين. مع الأسف القوات الأمنية كان أسلوب غير لائق ويانا، والحد الآن احنا اليوم ناصبنا بنصب الكراسي وننتظر الموافقة اللي هي أصلا احنا موافقة بسويها من يوم الخميس، الموافقة الرسمية لنصب الخيام. ومطالبنا هي مطلوب مطالب معروفة على مستوى، نطلب بمحافظ كفوء ونزيه ومهني. أهالي البابل يطالبون باختيار أو تنصيب محافظ لهم يخدمهم على فترة في عموم الفترة السابقة ل 15 سنة. أهالي بابل ومحافظة بابل منكوبة من الخدمات، من البيئة، من الصحة وغيرها. إذن أسيد، ننتقل الآن إلى الملف السياسي، حيث كشفت مصادر عن فشل جميع محاولات الاتفاق على مرشح واحد لوزارة الداخلية، مرجحة احتدام الخلاف بين كتل سياسية في جلسة الثلاثاء المقبل. أيضا المصادر قالت إن محاولات تقريب وجهات النظر بشأن الشخصية المرشحة لتولي وزارة الداخلية وصلت إلى طريق مسدود، مبينة أن استمرار الخلاف بهذا الشأن قد ينعكس على جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل. ولفتت المصادر إلى أن جلسة البرلمان قد تشهد مشادات كلامية بين نواب، فضلا عن إمكانية انسحاب بعض الكتل من الجلسة للإخلال بنصابها القانونية. وبشأن الموازنة، هدد عدد من نواب نينوى باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لاسترجاع حق المحافظة في الموازنة الاتحادية لعام 2019، موضحين أن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لنينوى لا تعكس بأي شكل من الأشكال الاستحقاق الحقيقي لثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان والأكثر تضررا من العمليات العسكرية. ويؤكد نواب أنهم سيعملون على معالجة الغبن الذي لحق بنينوى في حصتها من الموازنة الاتحادية من خلال البرلمان، داعين بقية نواب المحافظة كافة للتضامن لانتزاع هذا الحق الدستوري، لا سيما وأن نسبة النازحين منها تعد الأكبر، فضلا عن الدمار الذي لحق ببناها التحتية والمناطق التي دمرت بالكامل. تترقب الأوساط السياسية جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل لحسم ملف التصويت على الكابينة الوزارية ومناقشة أزمات عدة
من بينها نفوق الأسماك في حوض الفرات، فيما يتوقع إرجاع الموازنة إلى حكومة عادل عبد المهدي لتعديل بنودها. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا التقرير. تصويت. جولة أخرى من الصراع السياسي على تشكيل الحكومة تنطلق الثلاثاء على حلبة البرلمان، فمن المتوقع أن تتلقى خلالها كتل سياسية عدة ضربات على مستوى الداخلية والدفاع. الوزارتان الأمنيتان اللتان لم يبت بأمرهما بعد، فيما يبدو أن ختام الحكومات السابقة لم يكن مسكاً على الأقل بالنسبة للمحافظات المدمرة بسبب الحرب. ومن المتوقع إعادة موازنة 2019 إلى حكومة عبد المهدي لإعادة صياغة بنودها بطلب من نواب تلك المحافظات. الموازنة مرفوضة يعني بداية، وانتهى موضوع الموازنة. لن نقبل أن تمرر الموازنة، سنقاتل مع أخواننا الآخرين من أجل ذلك إن شاء الله. جلسة الثلاثاء المنتظرة ستكون حامية الوطيس بحسب أعضاء في مجلس النواب، لا سيما وأنها تزامنت مع جملة أحداث من بينها تهديدات داعش على الحدود السورية ونفوق الثروة السمكية بعدة مناطق على حوض الفرات، إضافة إلى استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، وسط تحذيرات من فرض سياسة الأمر الواقع على رئيس الحكومة الجديدة. الاستمرار بهذا الأداء أو محاولة تثبيت مساحة نفوذها وفرض سياسة الأمر الواقع على السيد عادل عبد المهدي، أنا أعتقد أنها ستدفع النظام السياسي إلى المحك، أو تضع النظام السياسي الحالي بمواجهة مع الشعب العراقي. وفي ظل التناحر السياسي وتزاحم ضغوطات الأزمات الأمنية والبيئية، إضافة إلى مشكلة الموازنة وإعمال المناطق المدمرة وعودة النازحين إليها، فإن أمام حكومة عبد المهدي تحديات كبيرة لإثبات جدارتها وقدرتها على تجاوز الأزمات، في وقت أكد متخصصون أن التناحر على الوزارات الأمنية يفند ما روجت له أطراف سياسية حول تخويل عبد المهدي اختيار أسماء لتولي تلك الوزارات بعيدا عن المحاصصة الحزبية، حيث محت جلسات التصويت على الوزراء كلام مفاوضات تشكيل الحكومة في طرح الكابينة الوزارية. إذن مشاهدينا، معنا مباشرة من بغداد فيصل العيساوي عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. إذن الثلاثاء المقبل هي جلسة البرلمان التي من المقرر أن يتم إنهاء كافة متعلقات الحكومة وبالتحديد فيما يخص الكابينة الوزارية. هل ستكون الكابينة الوزارية أو المرشحين الثمانية أو السبعة المتبقين ربما سيعوضون نوعا من الطموح بمرشحين تكنوقراط حقيقيين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولمشاهديكم ولقناتكم وكادركم. أهلا. اليوم لا شك نحن في حالة نأسف على ما وصلت إليه آليات وإجراءات تشكيل الحكومة. الحكومة وأغلب الكتل السياسية أعلنت برامج عالية وأعلنت مواصفات مميزة وأعلنت طريقة فريدة جديدة بها ابتكار لتشكيل الحكومة، لكن مع الأسف أنه جميع هذه الأشياء قد تم التنازل عنها والتراجع بشكل كبير، ورجعنا إلى موضوع المحاصصة، وليست المحاصصة باختيار المواصفات والشخصية كما كان يدعى، وإنما عادت إلى محاصصة مع مجموعة، وليست جميع الكتل، مع مجموعة من الكتل هي تشكل بالطريقة التي تراها. ولا شك أنه اليوم إجراءات تشكيل الحكومة شابهة كثير من الإشكاليات، الشخصيات التي استوزرت لا زال حولها تدور كثير من الشبهات. نعم. الإجراءات التي نسمع معلومات عنها ستطرح يوم الثلاثاء أيضا ستسبب لنا كثير من الإحراجات، مما يؤسف له أنه قد تم تكريس مبدأ الطائفية بشكل عميق، وبالعكس أثيرت مشاكل بين أبناء الطائفة الواحدة والمكون الواحد والقائمة الواحدة أيضا بشكل عميق، وهذا كله يعقد المشهد السياسي والمشهد الاجتماعي في الوضع العراقي الخاص. كل هذا احنا يفترض أن الكتل أعلنت خلافة مسبقا، وتمنينا أن نسير وفق ما أعلنت هذه الكتل. يوم الثلاثاء لا شك هو يوم ليس سهل، فيه إشكاليتين كبيرة مطروحة على جدول الأعمال، ولا شك أن الإشكالية الثالثة لن تغيب عن بالنا، لن تغيب عن بالنا التهديد الأمني،
ولن يغيب عن بالنا الكارثة البيئية التي ضربت أرجاء الوطن في الأيام القليلة طيب الماضية، وهناك القضيتين الرئيسية هي قضية الموازنة وقضية تشكيل الحكومة. سيد فيصل، يعني بالتحديد فيما يخص الكابينة الوزارية، يعني ألم يتم التوصل إلى اتفاق؟ يعني ربما أكيد هناك محاولات لربما عقد تسوية في سبيل حل هذه العقدة، يعني وزارة الداخلية ربما هناك اعتراضات على مرشحها وكذلك الدفاع، ألم تحل هذه المشكلة حتى الآن؟ هو بالحقيقة مما يؤسف له أيضا أنا أقول، ومما حصل من تراجع كبير في عملية التفاهم والتوافق السياسي بين الكتل، أنه اليوم أغلب الكتل بل جميع الكتل هي مهمل رأيها ولا يؤخذ رأيها ولا تشترك بالمفاوضات. من يقوم بتشكيل الحكومة هم شخصين فقط، حتى السيد عادل عبد المهدي بعيد عن الموضوع ولا يعرف كيف ستأتي الوزراء ولا من سيحضرهم ولا من سيطرحهم. العملية تدار من بين شخصين فقط، هؤلاء الشخصين هم يتحكمون بالعملية ويسيروها بأي اتجاه. لذلك احنا حقيقة بوضوح لحد الآن لا نعرف ماذا سيطرح لا احنا ولا بقية الكتل ولا حتى الأشخاص المرشحين للوزارة. طيب سيد فيصل، هم لا هؤلاء الشخصين ألم يتفقوا؟ نعم، هؤلاء الشخصين اتفقوا على ترشيح السيد عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة، وبالتالي كانت هناك ربما سقف عالي من المطالب من قبل بعض الكتل، وتم التعامل معها ربما بشكل أو بآخر بتسوية باتفاقات ما بين هذه يعني هذه الكتل. اليوم هؤلاء الشخصين ألم يتفقوا أيضا على مرشح وزارة الداخلية، أو ربما هو الخلاف ما بين هؤلاء الشخصين؟ ما هو هذا الإشكالية، هو لو شخصين ومنفتحين على الكتل وطارحين الإجراءات والتفاصيل لا بأس بالعملية، لكن هم شخصين يعملون بضبابية كبيرة عن بقية الكتل، عن شركائهم وكتلهم والشخصيات اللي اتفقت وياهم، واللي حد هذه اللحظة حتى الوزراء المطروحين أو حتى الكتل التي قدمت أسماء، ولحد الآن هناك كتل تريد أن تقدم أسماء أخرى، ويسمعون كلام أنه هذا رفض وهذا قبل. هذا حقيقة مبدأ باطل، مبدأ متراجع فيه بشكل كبير عن الحالة التوافقية. الحكومة أمامها تحديات كبيرة، تنصلها عن التوافق والتفاهم والشراكة الحقيقية مع المكونات ومع الكتل يعني أنها ستتحمل أعباء كبيرة ربما لن تكون قادرة على العبور بها إلى بر الأمان. لذلك أملنا الجلسة ستكون معقدة على يعني هذا بحسب المعطيات حتى الآن. إذن الجلسة معقدة. اليوم فيما يخص موضوع أخرى اللي وهي الموازنة، هناك اعتراضات على الموازنة وما تتضمنه هذه الموازنة من تخصيصات للمحافظات المحررة بالتأكيد، والتخصيصات التي تم طرحها في هذه الموازنة. ما هي اعتراضاتكم على هذه الموازنة، خصوصا ونحن نسمع اليوم بأن الجميع يعترض على هذه الموازنة؟ اولا هذه الموازنه حقيقه اعدت بطريقه انا لا استطيع ان اصفها يعني باي كلام، لانه هي اعمق من ان توصف باي شيء. يعني لا تعرف هذه الموازنه هي موازنه تقشف او موازنه انفاق واسع، يعني موازنه تاتينا برقم اجمالي قدره 136 تريليون دينار عراقي، وبالمقابل احنا نتكلم عن فتات من المبالغ ترصد للمحافظات، أو تهمل ملف التعويضات وتهمل ملف إعادة الإعمار وتهمل ملف تعزيز المحافظات من الحالة الأمنية أو الحالة الخدمية، وتهمل تعزيزات حتى مبالغ الطوارئ اللي يفترض أن تكون الآن مبالغ عالية للاستجابة لما يدور حولنا من طوارئ وأزمات، ومع ذلك نسمع بهذه الأرقام الفلكية حقيقة. نعم. هذه الموازنة طيب إمكانية إرجاعها للحكومة سيد فيصل اليوم احنا كم يقينا ستعود إلى الحكومة، يقينا ستعود إلى الحكومة، ويقينا مجلس النواب سيجري تعديلات جوهرية في هذه الموازنة. يعني سواء الحكومة غيرت أو لو تغير أم لم تغير، مجلس النواب لن يمرر الموازنة بهذا الشكل إطلاقا، سيجري تغييرات ومناقلات وحجب أبواب كاملة من الصرف، وتلزم الحكومة باستحداث أبواب جديدة للصرف. هذا الموضوع ما ممكن أن يمر في بلد اليوم خارج من حرب، واليوم 3 ملايين نازح به، اليوم
محافظات بالكامله مدمره وتاتي موازنه بهذا الشكل تخصص لكل لا. لمحافظه نينوى اذا ما ردنا نحسب لها اضافات هي تستحق 10 الى 11% من موازنه البلد العامه يعطوها مبلغ لا يزيد عن 1% حقيقه هذا كلام اولا لا ينبغي ان تمر الموازنه وثانيا ينبغي ان لا يعفى من ساهم بتمرير او اعداد هذه الموازنه عن المساءله من مؤسسات وزاره الماليه او نعم. شوف الجهات الاخرى والتخطيط اللي اعدت هذه الموازنه، هذه موازنه بائسه نعم. يجب ومجلس النواب قد اتخذ قراره واليوم كل الكتل العربيه والكرديه الشيعيه والسنيه من جميع المحافظات معترضين اعتراض كامل على هذه الموازنه ويجب ان تصحح بشكل جذري وجوهري. اذا السيد فيصل العيساوي عضو مجلس النواب كنت معنا مباشره من بغداد، شكرا جزيلا لك. قانون حقوق الجميع مصر ينزل الى الشارع تقوم بعمليات السلي وقضيه الطفل جاري سياره ملغمه وسط المدينه تلاحق المجرمين كان سبب سفارة الاسبانيه في بغداد. من هنا البدايه نواصل الحصاد الإخباري. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي تسجيل استشهاد 69 مدنيا وإصابة 105 آخرين في العراق جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال شهر تشرين الأول الماضي. وذكرت البعثة في بيان أن هذه الأعداد هي الأدنى للضحايا خلال شهر واحد منذ أن بدأت البعثة الأممية بنشرها في تشرين الثاني عام 2012، لافتة إلى أن الأرقام المسجلة تشمل جميع العراقيين المتوفين خارج المهام القتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء. في الأنبار أكد قائد حرس حدود المنطقة الثانية اللواء الركن عمار الكبيسي لقناة الفلوجة أن الوضع على الحدود مسيطر عليه وأن المشاكل تحدث في الجانب السوري فقط ولا تهدد الأمن داخل العراق. الحقيقة ماكو أي خطورة، قطعتنا منفتحة وماسكة الموضع الدفاعي بشكل جيد ورصين، وهناك تعزيزات قام بها السيد رئيس الوزراء بإرسال من قوات الجيش العراقي البطل منفتحة مع الحدود، ما عندنا أي مشكلة سواء شمال نهر الفرات أو جنوب نهر الفرات. المشكلة بالجانب السوري، هم شمال نهر الفرات بالجانب السوري جرى التغيير ببعض القطاعات لديهم ثارت هذه المشكلة وهي الضجة وهي مجرد ضجة إعلامية لا أكثر. على الصعيد الخدمي وفي الأنبار أيضا أكد المحافظ علي فرحان أن مشاريع إعادة أعمار الطرق والجسور على الطريق الدولي السريع في المحافظة تجري بلا أي تأخير. فرحان الذي أجرى جولة تفقدية على مشاريع إعادة أعمار الطريق السريع الدولي أشار إلى أهمية الطريق الدولي في المساهمة في تحسن الوضع الاقتصادي في العراق عموما وفي الأنبار بشكل خاص. اليوم أيضا تجولنا في مشروع الجسر فلسطين وهو شركه حقيقه شركه تركيه محاله شركه تركيه من قبل منظمه اليو ان دي بي. يعني هذه الشركه حقيقه تقوم بانجازاتها مهمه وفق السياقات ووفق الجداول الزمنيه المحدده. هذا الجسر بالنسبه للحكومه المحليه مهم جدا، وعلى اعتبار ان الطريق هو الشريان الرئيسي والمهم الاقتصادي في القطر وكذلك في المحافظه. اليوم حقيقه طلعنا على الانجازات هذه الشركه والحمد لله لم توجد هناك أي معوقات، العمل مستمر وجاري. سيد مدير الطرق سيد نائب الفني أيضا لهم دور كبير جدا في متابعة أعمال هذه الشركة ابتداء من الجسر الياباني وكذلك جسر فلسطين وأيضا المشاريع الأخرى المحالة التي تتعلق بالطرق والجسور. في كركوك استشهد مختار قرية في قضاء الحويجة وأصيب نجله بهجوم شنه مسلحون يرتدون زيا عسكريا على منزلهم. وقال المصدر الأمني أن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزل مختار قرية المحمودية في قضاء الحويجة وفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة داخل المنزل مما أسفر عن مقتل المختار وإصابة نجله بجروح خطيرة.
وفيما يخص كركوك أيضا، شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري والتحالف العربي في كركوك برئاسة المحافظ راكان الجبوري على ضرورة دعم استقرار كركوك والحفاظ على تعايش مكوناتها. جاء ذلك خلال لقاء جمع العامري بوفد من محافظة كركوك والتحالف العربي في المحافظة، بحثوا فيه الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية، مؤكدين أهمية دعم جهود القوات الأمنية وترسيخ الاستقرار ودعم جهود الحوار والتفاهم بين مكونات كركوك بما يحقق العدالة والتوازن. وناقش المجتمعون واقع المناطق المحررة جنوب كركوك وغربها وأهمية العمل على ملاحقة فلول الإرهاب ودعم خطة إعادة الاستقرار ودعم الحشد العشائري. كشفت وزارة الكهرباء عن تثبيت منتسبي العقود الوزارية لديها على الملاك الدائم بعد أن تضمنت موازنة عام 2019 في إحدى فقراتها تثبيت جميع المنتسبين من العاملين بصيغة العقود التشغيلية والاستثمارية على الملاك الدائم. أيضا بيان للوزارة ذكر أن الموازنة أقرت تثبيت 33,403 منتسبين على ملاك وزارة الكهرباء، موضحا أن مدة العقد ستحسب بعد تثبيتهم كخدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، مع التزام الوزارة بالاستفادة من المثبتين للعمل في المشاريع الاستثمارية والبرامج التشغيلية الجديدة للسنوات المقبلة. البلدية في الموصل تأخذ الأتاوات من المواطنين، ومن لا يعطي يرغم على الدفع تحت تهديد السلاح، وهذا كله والموصل غارقة بالنفايات والمياه الآسنة. تفاصيل أكثر مع محمد سالم. تتكرر هذه المشاهد بشكل يومي في مدينة الموصل، خصوصا في الأسواق والمناطق المكتظة بالمارة. البيوت اللي بجوار الأسواق أكثر مخلفاتها عزتها على داخل السوق، وتعتبر على المحلات السوق. أكو بعض المحلات دا يأخذون منهم ويستقطعون من جباية فوق المبلغ الرسمي، فيقولون هاي تعليمات من دائرة البلدية أو تعليمات من المحافظة. إذا ما ينطون جباية يفرضون عليهم أنه بالقوة أو تحت تهديد السلاح. أكوام من النفايات تنبعث منها روائح كريهة، وتتجمع حولها الحشرات والقوارض، تعكس حجم الإهمال الحكومي وتردي الواقعين الخدمي والبيئي وتقاعس بلدية الموصل عن أداء مهامها. يعني أوساخ البلدية يعني لا تعد ولا تحصى. يعني السوق بالليل تجي عليه طايف، الصبح يعني عبارة عن تلول من الوسخ، والوصل يجون كل شهر يأخذون 35,000 دينار. هذا الوصل 35,000 دينار بالمقابل انه اي خدمات ماكو. يعني يجي يغصبنا بالغصب انه تدفع 35، تعرف مبلغ 35؟ انت على محل بقيصريه، ما شارع عام هذا المحل. الممتنع يجون الشرطه يعزلوه ويعتقلوه الى السجن على مود ما دفع 35,000 مال البلديه، وحتى الماء يجون ياخذون من عندنا، مع العلم احنا ما عندنا هنا اي يعني بوري مال مي ما عندنا هنا. اموال طائله تجبيها بلديه الموصل من المحلات التجاريه لقاء خدمات غير موجوده. وصولات مالية يجبر أصحاب المحلات على دفعها تحت التهديد لقاء خدمات لا أساس لها من الوجود. غالبا ما تبقى هذه الأكوام لعدة أيام دون إزالة، وأحيانا يضطر أصحاب المحلات لإزالتها بأنفسهم، ودائما لا وجود لكوادر البلدية الذين لا يراهم أصحاب السوق إلا عند جباية أجور لا تنظيف. لقناة الفلوجة محمد سالم، الموصل. حصادنا مستمر مشاهدين الكرام وتتابعون فيه أيضا. المياه الآسنة للشرب كارثة تحدث في مدينة بعقوبة. ٢٥٠,٠٠٠ إنسان يشربون الماء الممزوج بمياه الصرف الصحي، ليست مبالغة، فالقصة تحدث يوميا في ديالة. نتابع التفاصيل معا. ١٥٠,٠٠٠ من أهالي منطقة القاطون غربي بعقبة يضطرون لشراء ماء صالح للشرب بعد أن امتزجت مياه الإسالة بالصرف الصحي، فباتت مياها ملوثة
بسبب تهالك الشبكة. فده يجينا مي يعني تكرمون أنتو بس فقط مع الغسول، ما دا نستخدم أي مي للشرب. كل حاليا اعتمادنا على البطالة مال المي احنا دا نشرب. فدا نعاني منطقة المجمع الصناعي بديالة معاناة كبيرة من وراء المي. أزمة القاطون بلغت من العمر 4 سنوات دون أن تحرك الجهات المعنية أي ساكنين، بالرغم من مطالبة الأهالي مرارا وتكرارا بصيانة الشبكات لتخفيف حمل شراء المياه عن كاهلهم المثقل أساسا بهموم لا تنتهي. المجاري ده صير عندنا طفح هواي لأن صيانة ماكو صار تقريبا 3 سنين أو 4 سنين، أي صيانة ما صارت بالنسبة للمجاري. صيانة يعني احنا عندنا تقريبا كل سنة أو سنتين نبدي صيانة للمجاري كلها الشبكة مالتها. المي نفس الحالة، هسه الشبكة مال المي منتهية متخسفة ومكسرة وقديمة. مجلس المحافظة رمى بكرة الأزمة على التخصيصات المالية وانتظار الأموال من الحكومة الاتحادية، فيما أكد شروع بداية العام المقبل بصيانة شبكات مياه المحافظة بشكل عام. بعض الشبكات القديمة احنا منتهي منها في عموم محافظة ديالة، وهذه الشبكات يعني يحتاج إلى عملية تجديد لها. اليوم بسبب النقص الحاصل في الميزانية، ميزانية المحافظة، نتأمل إن شاء الله نهاية هذا العام وبداية العام القادم ستكون هناك أموال، وعلى ضوء هذه الأموال يعني تنجز هذه المشاريع. بنى تحتية متهالكة منذ سنوات فاقمت أزمة مياه الشرب، مياه آسنة، خدمات معدومة، حقوق مسلوبة. هذا هو الحال هنا في ديالة. من محافظة ديالة، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ذكر مسؤولون عراقيون أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بأنه سيتمكن من مواصلة استيراد الغاز وبعض السلع الأخرى من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، لكن بشرط. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن المسؤولين قولهم إن إعفاء العراق من الحظر الأمريكي على قطاع الطاقة الإيراني يأتي بشرط ألا يدفع العراق ثمن الصادرات الإيرانية بالدولارات الأمريكية. وذكر أحد المسؤولين أن وزارة المالية العراقية فتحت حسابا في مصرف حكومي لدفع ثمن الصادرات الإيرانية بالدينار العراقي. ومن المفترض أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران في 6 من شهر تشرين الثاني جاري حيز التنفيذ. وكانت مصادر أمريكية غير رسمية قالت أن واشنطن ستستثني 8 دول من العقوبات المتعلقة بشراء النفط الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن. وفي بيان نشره البيت الأبيض، حث ترامب النظام الإيراني التخلي عن طموحاته النووية وتغيير سلوكه المدمر واحترام حقوق شعبه والعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. وأكد أن واشنطن ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران من شأنه أن يعرقل طريقها بشكل دائم إلى الأسلحة النووية. وقال إنه لحين تلك اللحظة فأن العقوبات التاريخية ستنفذ بالكامل. ومع بدء العد التنازلي لفرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، قال مسؤولون أمريكيون إن 700 شخص وكيان أضيفوا إلى اللائحة السوداء التي تشملها العقوبات. وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانشن أن طهران ستقطع من نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية، كما أشار إلى إصدار لائحة بمؤسسات مالية إيرانية ستطالها العقوبات خلال 48 ساعة. واستدرك الوزير الأمريكي أن للعقوبات استثناءات في مشتريات ذات طابع إنساني، لكن وزير الخارجية مايك بوميو أشار إلى أن العقوبات تستهدف تغييرا جذريا في سلوك إيران. في الشأن السوري، قدمت جمعية أطباء حول العالم التركية خدمات طبية مجانية لنازحين في مخيم قراكوبرو بمنطقة عزاز شمال سوريا. وتشمل هذه الاختصاصات للأطباء المشاركين في المبادرة أمراض الأطفال والباطنية والجلدية والنسائية. ومن المتوقع يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 3000 شخص. مسؤول مشاريع الجمعية في سوريا فرقان ترزي أوضح أن الأطباء المتطوعين يعملون في مستشفيات مختلفة بتركيا وأنهم يوزعون أدوية مجانية لسكان المخيم.
ختام الحصاد مشاهدينا، نذكركم بأهم عناوينه. الديوانية تسجل أول إصابة بشرية بسبب الأسماك، وظاهرة النفوخ تصل إلى الأنبار. إعداد لعشر أشخاص أو أكثر أو أقل سيقومون بحرق أنفسهم أمام مجلس محافظة. متظاهرو بابل يهددون بحرق أنفسهم، والبصرة تغضب من جديد. قبل يومين من جلسة البرلمان، كتل سياسية تنقلب على عبد المهدي بشأن الوزارات الأمنية. إذا بدأ يطون جباية يفرض عليهم أنه بالقوة أو تحت تهديد السلاح. تحت تهديد السلاح أحياناً، بلدية الموصل تفرض الأتاوات على المواطنين. الفلوجة تي في للمزيد من الأخبار وماذا أيضاً، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يوتيوب تويتر. شكراً لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء. We'll be right back.